جديد، تحذير من التلاعب بالبيانات أثناء التسجيل في برنامج حساب المواطن أطلقته السلطات السعودية، موضحة أنه ضمن جرائم التزوير، فضلا عن التحذير من حسابات ومواقع وهمية تعلن أنها تقوم بالخدمة هذه نيابة عن المواطن مقابل رسوم رمزية. وكان المشرف على برنامج حساب المواطن أكد للعربية أن نحو 1,300,000 مواطن أكملوا بيانات التسجيل في البرنامج الذي أطلق موقعه الإلكتروني اليوم. طبعا يمكن متابعة تغطية العربية لبرنامج حساب المواطن مع الزملاء في قسم الاقتصاد، ولكننا في تفاعلكم سنتناول جزئية الحسابات الوهمية، حيث ينضم إلينا من الرياض المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي. أهلا فيك معنا. يعني نقدر نقول أنه صارت في فعليا محاولات للنصب من قبل هذه الحسابات الوهمية والمواقع. أولا السلام عليكم وأشكركم على هذه المداخلة. بالنسبة للحسابات نحن نتابع حقيقة مثل هذه الحسابات، وفعليا بدأنا بالرفع الجهات المختصة بإغلاق عدد منها وأغلق بعضها ونتابع البقية. أما بالنسبة للمواطنين فالرسالة لهم جميعا أنه أتمنى أنه يكون المصدر الوحيد لإعطاء المعلومات أو حتى الاستفسار عن البرنامج هو حسابات برنامج حساب المواطن الرسمية فقط، الموقع الرسمي www.ca.gov.sa وحساب على تويتر موثق من شركة تويتر، وكذلك مركز خدمة العملاء رقم 19912. هذه فقط ثلاث قنوات التواصل بخصوص برنامج حساب المواطن، ما عدا هذه الثلاث قنوات هي قنوات غير رسمية غير قانونية نعمل عدم التعامل معها بشكل نهائي. ومن طرف البرنامج حساب المواطن نحن نعمل على متابعتها وإغلاقها. نعم، لكن هذه الحسابات الوهمية أنتم بتقول أنك أنت بتغلقوها، هل في عقوبات أيضا لأصحاب هذه الحسابات والمواقع اللي بيستغلوا الناس؟ نعم، يتم متابعتهم قانونيا بإذن الله. نعم، وهل ممكن الإبلاغ عن هذه الحسابات الوهمية؟ إذا الواحد شك ممكن يبلغ مين؟ نكون شاكرين حقيقة لو يتم التبليغ عن طريق حسابنا على تويتر عن كل الحسابات الوهمية بحيث نستطيع تتبعها. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من الرياض المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، وتحدثنا عن الحسابات والمواقع الوهمية التي تنتحل صفة حساب المواطن.